كتير بنشتكي من التحرش، من الاغتصاب، من السرقه، من النهب، من الفساد، من الرشوه. عمرنا في حياتنا ما سالنا نفسنا ايه سبب ان المتحرش بيتحرش والمغتصب بيغتصب والحرامي بيسرق والمرتشي بيرتشي؟ عمرك ما فكرت ليه واحد اصلا هو مش خايف من القانون ومش خايف من الحكومه؟ ليه يعني هو ده اقصى حاجه بالنسبه له؟ هو لو مؤمن ان في ربنا هيحاسبه وهيعاقبه على سرقته دي اضعاف مضاعفه، ولو عمله وحش في الدنيا هيحاسبه عليه اضعاف مضاعفه في يوم القيامه، عمره ما كان هيعمل كده. لو هو مؤمن ان هو الفساد اللي بيعمله النهارده في الدنيا هيتردله في الاخره، عمره ما كان هيفكر في كده. سالنا الناس مثلا عن الدين وازاي وصل لك الدين، ايه اللي خلاك تفكر في الدين دلوقتي؟ هيقول لك عن طريق اهلي ومش عارف ايه وبتاع. طب افرض انت اهلك مش متدينين، خلاص كده ليه ما يكونش الدين عندنا في مصر منهج وبنمشي عليه وبيتزرع فينا من واحنا صغيرين، من اول ما تخش المدرسه لغايه لما تتخرج؟ منهج الدين محدش بيهتم بيه، وبره مجموع ومنهج عمر ما حد فينا بص فيه. تاني حاجه مثلا خطبه الجمعه مش مستفيدين بيها احسن استفاده. انت عندك خطبه كل يوم مره في الاسبوع بتنزل تسمع لشيخ، بس عمرنا في حياتنا عمرنا ما تشدنا للشيخ، عمره ما شدك زي مثلا ما التلفزيون برنامج اللي بتتفرج عليه في رمضان بيشدك. فانت عندك طرق كتير قوي تزرع بيها الدين جوه المواطن من هو صغير، بس الكلام ده مش مطبق، وفي الاخر بنشتكي من الاخلاق ومن الفساد اللي احنا عايشين فيه. بس نزلنا سالنا الناس عن رايهم في الدين والخطاب الديني اللي هم بيسمعوه، هل هو بيأثر فيهم ولا هم يعني مش لاقيين الحاجه اللي تشدهم، صح ولا لا؟ وبس تعالوا نشوف. ونزلنا شارع النبي دانيال في اسكندريه نسال الناس رايهم في الخطاب الديني والدين بيوصل لهم ازاي، وهل هم راضين عن الطريقه دي ولا لا؟ وبس خلاص. لما بتحضر خطبه الجمعه تبقى مستمتع وانت بتحضرها ولا بتحضرها لانها فرض وخلاص؟ طبعا انا احضرها لانها فرض، لازم احضرها ولازم اكون مقتنع طبعا بالكلام اللي بيتقال. يعني انت شايف ان المفروض خطبه الجمعه فيها تجديد بحيث انها تشد ال طبعا لازم يكون في تجديد. طب ورايك التجديد ده يعني ممكن يبقى ازاي؟ على حسب يعني على الظروف اللي احنا فيها. بمناسبة الشهر دوت يعني مثلا تبقى الخطبه على رمضان وعلى ايام مفترضه ديت كده يعني. طب ايه رايك ان في الفكره يعني ساعات كل جمعه، يعني مثلا الجمعه اللي قبل رمضان هي خطبه كل سنه اللي هي بتتكلم عن رمضان، الخطبه اللي قبل مش عارف العيد خطبه واحده كل سنه بتتكرر عن نفس الموضوع؟ على حسب بقى الخطيب بقى وعلى حسب تمكنه يعني. طب انت شايف ان صلينا عن طريق المدرسه اكتر ولا هو يعني ايه اكتر حاجه بتوصل لنا الدين؟ هو بيبدا من البيت. بيبدا من البيت، من الاب والام. لكن انت شايف ان يعني كدوله مثلا مش بتوصل الدين بالشكل الصحيح؟ لا بتوصله طبعا عن طريق التعليم. عن طريق الدراسه، عن طريق التعليم. ماشي، شكرا. والله هو الخطاب الديني يعني الفتره دي افتكر ان الفتره من ايام الشيخ الشعراوي كان الخطاب الديني كان فيها افضل واحسن. الازهر بقى كنا حاسين بالازهر اكتر من كده، اكتر من دلوقتي، ان ما شاء الله الازهر كان كل العالم بيجي فيه، العالم الاسلامي الناس كلها كانت بتيجي تدرس فيه، كان حاسس ان هو كان الفتره دي اقوى. لكن دلوقتي حاسس ان الموضوع بحس ان بقى فيه تجاره اكتر شويه، بعض المشايخ كلام كتير ما بيقاش من القلب يوصل للقلب. فانا يعني كل واحد دلوقتي ما بيحب شيخ معين، شيخ ما حاسه، لكن انا بقيت حاسس دلوقتي ان في شيوخ، بعض الشيوخ بقت فيها تجاره، بعض الشيوخ بقى فيها عنف اكتر، وبقت فيها احزاب اكتر. احنا كمسلمين تحس ان احنا اتقسمنا. فسبحان الله دلوقتي الاول كنت بسمع من اي شيخ لما اروح يعني اي خطبه بقى تحت البيت جنب البيت بعيد بروح اسمع، لكن دلوقتي بتختار الخطيب اللي انت هتسمعه. وبعدين يعني مش كل الكلام بيوصل للقلب، اللي هو اللي من القلب يوصل للقلب. اتفضل. طب حضرتك رايك المشكله دي نخرج منها ازاي دلوقتي؟ انا شايف ان الموضوع يعني اول حاجه تخرج عن التجاره وتخرج عن الفضائيات. والنهارده الراجل الشيخ يبقى شيخ هو عارف عنده رساله يديها ايا كان بقى، يديها في المسجد في ايا كان. لكن انا شايف الموضوع دلوقتي بقى في شيوخ كتيره جدا حاسس ان فيها تجاره وفيها يعني احزاب زي ما بيقولوا حضرتك. الموضوع بقى مركزين احزاب. النهارده المسلمين اتقسموا،
كإخوان وكسلفيين وكالنهارده أهالي وكا وكا. إحنا عمرنا ما كنا كده، إحنا كلنا مسلمين. فربي وحتة التقسيمة دي مش بتاعت حد، بتاعت ربنا يعني. الأفضل والأحسن عند الله يعني. النهارده محدش ممكن إحنا كلنا بنحكم على بعض، مين كويس ومين وحش. طب أنت مين عشان تحكم على عبد؟ يعني النهارده أنت مين عشان تحكم عليه؟ النهارده كنت إيه؟ النهارده ممكن في ناس كتيرة جدا عند ربنا غالية أوي، وفي ناس تانية كتير جدا عند ربنا ما تعرفش حاجة، حاجة بتاعت ربنا بس. فده اللي أنا عايز أقوله يعني. خلاص يا شباب، إيه رأيك في الخطاب الديني؟ والله يعني عامة في السنين اللي فاتت دي حصلت تطورات كتير قوي، فمفيش دين في البلد أصلا يعني، أنت فاهم؟ بس هو الموضوع واتقلب التجارة الحكاية بس مش أكتر، فاهم؟ طب إيه السبب إن مفيش دين في البلد؟ لا السبب ده بقى معرفش يعني، أكيد مدارس أكيد، فاهم؟ اللي حصل في المدارس مثلا، شوف الفرق ما بين السبعينات ودلوقتي، شكل المدارس عامل ازاي، المناهج اللي بيدوها والحاجات دي، فهتعرف اكيد هتعرف الفرق. طب انت من وجهة نظرك لو احنا عايزين يعني ننمي الدين في الناس اللي طالعه نعمل ايه؟ اولا المدارس اكيد، ثانيا التلفزيون مفيش كلام يعني، فاهم؟ اكيد مش هتلاقي حاجه يعني برامج دينيه غير في رمضان بس مش اكتر، فاهم؟ بس فهو ده الموضوع يعني. اكيد مدارس واعلام، هم دول الاثنين المؤثرين في ال... انت مش هتقول لحد على تويتر ولا فيسبوك، فاهم، نزل حاجات دينيه ومواعظ وكده، مفيش. انت ايه رايك او انطباعك عن خطبه الجمعه او اغلب الائمه اللي انت صليت معاهم في الجمعه؟ مش حاجه مفيده قوي يعني، مش شايف ان هي حاجه مفيده. التوبكس بتبقى او المواضيع بتبقى ضعيفه جدا، بعضها كانت سياسة في أيام، فلا ما بستفدش قوي يعني بصراحة. لا مش قوي يعني البرامج أكيد تشدني أكتر، فيها مواضيع هدفة أكتر يعني. طب أنت شايف إن أسلوب البرامج اللي بيبقى حلقات وكده ممكن يتطبق في صلاة الجمعة بحيث إنها تبقى برضو نفس الفكرة؟ لا صعب قوي. ليه بقى؟ إيه صعب؟ لأن يعني أعتقد أصل هو حوار مدارس، فاهم يعني؟ مثلا كل الأئمة أزهريين، فهم ملتزمين بحاجاتهم، فمش هيفكروا في الحاجات اللي هي بتوع التلفزيون بيفكروا فيها وكده، فاهم؟ مع ان بتوع التلفزيون اصلا بيوصلوا لنا اكتر يعني، فاهم؟ بس هو ده الموضوع، هم ملتزمين بكتابهم، ملتزمين بمنهجهم وخلاص بس. فهي دي الفكره، فعشان كده هم مش بيعرفوا يوصلوا لنا، فاهم يعني؟ لو واحد ازهري هو قاعد في خطبه الجمعه بيسمع هيتبسط قوي، فاهم؟ هيبقى كله تمام. لكن بس احنا مش قوي يعني، بس كده ما بيأثرش بسلب يعني، انت فاهمني؟ بس هو ده الموضوع. خلاص ماشي، شكرا. وزي ما شفنا محدش رايه كان ثابت، وتحس ان في تشتت، محدش عارف يعني. الدين بيجي لهم من طرق عشوائيه جدا، مفيش نظام في ان الدين يوصل. الدوله نفسها تبقى هي نفسها الشعب يبقى عنده اخلاق وعنده دين، يبتدوا يعملوا منهج يمشوا عليه تربيه الناس الجديد. حتى لو انت اهلك ما عندهمش دين قوي، تبقى انت مجرد انك دخلت مدرسه حكوميه يبقى انت كده يعني بنسبه كبيره تضمن انك هيبقى عندك البيزكس اللي خليك متعلق بربنا ومدرك ان هو مراقبك، فما تعملش اي حاجه وحشه بس. ونشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. طبعا دي مش كل حاجه، لو عايزين تشوفوا بقيه الفيديوهات اللي صورناها عن الناس في الشارع دوسوا على اللينك ده، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو عايزين تشوفوا بقيه الحلقات، وقولوا لنا رايكم عن الحلقه في الكومنتس، ولو في حاجه مش عاجباكم قولوا لنا عليها عشان نظبطها الحلقه الجايه. لو عندكم اي مقترحات تحبوا تطرحوها كموضوع الحلقه الجديده قولوا لنا في الكومنتس تحت بس.